السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علي جمال من كورس اللارافيل. نبتدي مع بعض النهاردة نعرف سؤالين مهمين جدا قبل ما نبتدي داخل اللارافيل. أول حاجة تسمع عن إطار عمل، يعني إيه إطار عمل؟ أو تسمع عن إطار عمل لارافيل أو فريم ورك لارافيل أو غيره من الأطر الموجودة في الويب أو غير الويب. تاني سؤال هنجاوب عليه، ايه هو الـ MVC؟ تسمع عن الـ MVC وأطر عمل بتستخدم MVC. أول حاجة عشان نعرف مع بعض يعني ايه إطار عمل، أول ما تسمع كلمة إطار عمل يجي في دماغك على طول إن إطار العمل ده عبارة عن أدوات اتجمعت بحيث إن هي تخدم المبرمج، بحيث تخليه إنتاجيته أسرع. بمعنى الادوات ديت هتخليك بدل مثلا في بي اتش بي، مثلا بدل ما كنت تقعد كل شويه تعمل كونكت للداتابيز والكلام ده كله، لا هتستخدم اطار عمل هو اوريدي هيعمل الكونكت وهيعمل حاجات كتير جدا اللي بتتكرر معاك كمبرمج وتاثر عليك الوقت. زائد ان اطر العمل في كتير منها بيستخدم الام في سي. يعني ايه ام في سي؟ دي معماريه او نقدر نقول ان هي ديزاين باترن، تمام. بتقسم الشغل لثلاث اجزاء. يعني ايه؟ انا دلوقتي شغال بي اتش بي، فباجي مثلا باجي اعمل الشغل بتاعي مثلا في صفحة معينة، هتلاقي ان انت بتعمل كونكت وبعد كده بتقوم بعمليات. فهتلاقي ان انت مثلا لو جيت تشتغل مع فريق هتلاقي الدنيا صعبة جدا ان انت في نفس المشروع تشتغل مع فريق كنيتف بي اتش بي، ولو انت جيت بعد كده تعمل صيانة للمشروع بتاعك هتلاقي ان صعب جدا ان انت ترجع للجزئية اللي فيها مشكلة وتقعد تعدلها وهكذا لو مشروع كبير طبعا. طيب جه الديزاين باترن هو يسهل الجزئية ديت او يقسمها لثلاث اجزاء. دلوقتي لو انت مثلا الصورة اللي قدامك هتلاقي ان المستخدم لما يجي يطلب عنوان URL معين هتلاقي ان في اطار عمل لارافيل بيبتدي يشتغل مع الراوتينج. يعني انا كتبت www.google.com مثلا سلاش ايا كان، تمام. فهتلاقي السلاش واللي انت بتكتبه فوق ده كله بيتعامل مع كلاسز الراوت، تمام. طيب الراوت هتلاقي ان هو بيتصل بالكنترولر. كنترولر هي عبارة عن مجموعة كلاسز أو بنسميه يعني ميدل مان، الراجل في النص، بيتعامل مع الفيو اللي بيظهر للمستخدم، تمام. الفيو دوت هو اللي بيطلع ال HTML، تمام، أو بيتعامل مع ال HTML. صفحة المستخدم لما بيجي مثلا يظهر جوجل، الصفحة اللي مكتوب فيها الكود ال HTML اللي بيتعامل معاها الفيو، تمام. فيو عبارة عن function بتتعامل مع الجزئية دي. طيب ايه الموديل؟ دلوقتي لما يجي مستخدم مثلا طلب موقع معين هيعرض بوستات معينة او مقالات معينة، اللي بيحصل مثلا هو كتب اسم الموقع وسلاش كذا مثلا كاتيجوري، تمام. هيبتدي الراوت ياخد منه الطلب دوت، تمام، اللي هو في اليو ار ال فوق، وهيبعته للكنترولر. كلاسز كنترولر هتبتدي تتعامل معاه وتشوف مثلا هو عايز الكاتيجوري، فهيروح للموديول اللي هو دوت، تمام. وبعد كده الموديول هيروح يجيب له جميع البيانات الخاصة بالكاتيجوري اللي هي الأقسام مثلا، تمام، أقسام كذا وأقسام كذا وأقسام كذا. بعدين الداتا ديت هتروح لكلاسز الموديول، وبعدين تبعتها للكنترولر، وبعدين الكنترولر اللي يبعت الداتا ديت للفيو، تمام، هيتعامل معاها ويظبطها ك HTML وصفحة تظهر للمستخدم، تمام. ده بكل بساطة كده ال MVC، تقسيم ال classes لثلاث أجزاء، تمام. الفيو اللي بيظهر للمستخدم، كنترولر هو الميدل مان في النص، والموديول الكلاسز اللي يعني بتتصل بقاعدة البيانات وتجيب لي البيانات أو ترسل البيانات للقاعدة، يعني كلاس اللي بتتعامل مع قاعدة البيانات.
تمام. حبيت ان انا اعرفك الجزئية ديت، سببها او سبب ان احنا نستخدم ده ايه، لسهولة التعامل في صيانة البروجكت بتاعي. يعني جيت بعد كده مثلا عندك مشكلة في قاعدة البيانات، هتروح لكلاسز، كلاس الخاصة بقاعدة البيانات تتعامل معاها، ممكن تسهل جدا التعامل وسط فريق. وهتلاقي ان مثلا ممكن واحد شغال على الفيو بيعرض البيانات، تمام، واحد شغال على الموديول او كنترولر وهكذا، تمام. هتلاقي الشركات لما بتيجي تطلب مبرمج هتلاقيها بتطلب مبرمج بيشتغل بفريم ورك، ليه؟ علشان المبرمج اللي بعده يقدر يكمل او يشتغل في تيم. طيب كده وصلنا لاخر الحلقة، فكرك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير لو عجبك الفيديو، وانتظر الحلقة اللي جاية نبتدي مع لارافيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.